احنا لو تلاحظ حضرتك احنا محجنين في الكلام عنه، ليس عن ضعف، ولكن احنا نعلم متى جيدا ان شاء الله نتكلم عن هذا الملف وهنوضح كل الحقائق، لان طبعا مجرد ما بيطرح هذا الملف وكله بالفيديو وكله متصور وتحقيقاتكم للناس، فطبعا احنا بنسمع هذا، بس ما حدش يستهين بالاخوان حقيقي. الاخوان اذكى بكثير من ان هم يضحوا بتاريخهم وبيحافظوا على اخلاقياتهم، لكن هذا الملف هيطرح في الوقت الذي نريد ان احنا نطرحه فيه بشكل يوضح الحقائق، لكن احنا حقيقي ايضا متحفظين مستنيين لغايه ما التحقيقات النيابه تاخذ مجراها، لكن الشهداء الذين سقطوا ودمائهم لن تذهب هدرا. يعني عندكم حاجه ما قدمتوهاش للنيابه يا استاذ احمد؟ نعم. يعني عندكم معلومات وحاجات تكشف حقائق ما قدمتوهاش للنيابه؟ لا لا لا، كله قدم للنيابه، انا بتكلم بقى على عرض الملف عندما يتكلم الاخوان، ان شاء الله هينصت الاخرون وهيعلموا حقيقه هذا الملف بكل وضوح ان شاء الله. استاذ احمد، الوجود الان امام المقر، اذا كنا نعم. بنتكلم عن دوله قانون ودور نعم. الداخليه هي فض الاشتباك وحمايه نعم. مؤسسات الدوله والمؤسسات الخاصه ايضا. نعم. هذا الوجود الا ينذر بخطر ما لو افترضت ان في ناس جايه تتظاهر، وهذا حق قانوني ومشروع ان اجي اتظاهر تظاهر سلمي امام اي مكان بما فيه مقر الجماعه؟ والله انا اتصور لو العبارات لها نفس الواقع يشهد لها الواقع هشد على يديك واقول بالفعل احنا عندنا جهاز شرطه يقوم بمهامه كاملا ولا يتعرض لضغوط من هنا وهناك. أنا أتكلم في ضغوط الواقع، يعني ضغوط الشارع أنه يتعرض للاستقطاب، وبالتالي إحنا نرفض تسييسه ولا توجيهه تماما. أيضا بنتكلم عن تظاهرات سلمية، لا طبعا الحقيقة مخالفة تماما للواقع، وأصبح حتى حي مجرد التعليق على المشهد بيفسده. يعني هو المشهد أصبح مقروء عندما تدعو بعض القوى إلى التظاهرات معلومة أنها مصحوبة دائما بالعنف، فالمشهد حي. وتعرف يا أستاذ خيري ده بيفكرني بإيه؟ بيفكرني بان البعض بيغرق وعالم تماما انه لازم يمتنع عن الظهور في المشهد، لان بقت سمعته مرتبطه باحداث العنف، خاصه الجمع المتتاليه جمعه ورا جمعه، وفي كل جمعه بيسقط ضحايا. اصبح الان لما وجد انه يغرق بيحاول يعلق في الاخوان، يعني لنغرق سويا بحيث ان الكل سواء فعل او رده فعل. انت ليه محسسني ان الاخوان دول قطاع او جماعه كده ملهاش دعوه بالشعب او بفئات من الشعب، فاللي بيغرق بيغرق فعايز ياخد الاخوان كانهم يعني انت اللي بتحطهم في اطار فردي؟ نعم، وعشان كده بنقول ان الدم المصري اللي بيسري فينا جميعا يخلينا بقى الاصول ان يكون عندنا قاموس ومصطلحات تانية خالص، قاموس التنميه، قاموس ازاي ندور نطلع ببلدنا قدام. هذا القاموس للاسف طبعا اريد ان يكون سيء السمع ويراد عمدا ان يعني اول ما تطرحه يبقى ماده يعني خصبه كده للسخريه، وكاننا نتكلم عن امور تريد بها انت تخدير الشارع السياسي. لا، نحن لا نخدر الشارع السياسي، لكن الناس ملت التظاهر والتظاهر ثم التظاهر والتظاهر والاستمرار في هذا البرنامج اللي لا يقدم شيء الا سوى الاعتراض الدائم. فبالتالي احنا بنقول حق التظاهر نعم مكفول، لكن لما اجد ان انا في خطوتي دائما بيصحبها عنف، الاصول ان انا ارشد الخطوه دي، وده مش عيب، اي حق ديمقراطي يتم ترشيده بحيث الناس تاخد مني تقول لا والله هؤلاء الناس متعقلين. وانا بعتبر ان من الذكاء السياسي يا استاذ خيري ان بكره يعدي اليوم سلمي، يعني لو عدى اليوم ما هو ده ده سؤالي الاخير لحضرتك. نعم. اقصى شيء ممكن يحصل بكره من مجموعات جايه تنتقد او تتظاهر او تهتف او تتجاوز في الكلام امام مقر الجماعه، وهجنح اكثر من ذلك وهقول لك اعتدوا على المبنى الفاضي، ايهما افضل في وجهه نظرك؟ ان مبنى يدار او يساء اليه وهذا مرفوض بالمناسبه، ولا يراق دم بين مصريين وجود هذه الاعداد مع وجود اعداد جايه الله اعلم بنواياها، هي اعلنت انها جايه تتظاهر سلميا، فاذا افترضت انها ستصل الى اقصى من هذا، الا ترى ان دم مسلم واحد من اخوان ولا غير اخوان عند الله يعني هدم الكعبه اهون عند الله منه؟ فنبقى وادنى. والله انا اشد على يدي واقول الطرح اللي حضرتك بتقوله ده طرح رائع، وانا كنت لسه بكمل العباره بقول من الذكاء السياسي ان بكره
الدعوه لهذه الامور. طبعا هو الاولى ان يوجه هذا السؤال للي دعوا هذه الامور، لان هم يعلموا جيدا كيف ان الكره اللي هم بيدحرجوها بترتطم في الاخر وبتعمل دمار وبتعمل عنف. ونسال الله ان لا نقدر البلاء قبل وقوعه، وان ربنا يحفظ جميع المصريين من الفتن كلها. لكن اللي انا عايز بس اقوله ان احنا النهارده واحنا بنتكلم عن حق التظاهر، وانا اعلم من السوابق التاريخيه في كل الجمع اللي فاتت ان في كل مره كان بيوضع عليها في التظاهر، سواء بيتم تصوير ان المولوتوف سلمي وان الحجاره دي حجاره محبه، يعني بيتم القائها كده من باب المحبه. بس اللي شفناه المره الاخيره كان اعتداء عنيف شفناه من بعض اعضاء جماعه الاخوان المسلمين، وده مصور ومسجل، واعتداء على صحفيين عزل معاهم كاميرا. نعم، هو نفس المشاهد التي كانت تقال في احداث الاتحاديه الاولى، كله مصور وكله موثق، وكان اشخاص بيحتكروا الحقيقه دائما. يعني انا لما واحد يجي يضرب واحد برجله يركله بقدمه وبعد كده يرجع خطوات مباشره عشان يطور رده الفعل، حضرتك تسمي ده ايه؟ طب يعني انتوا ما عندكوش كاميرات يا استاذ احمد بتصوروا؟ نعم. انا شايف المبنى وعليه ناس واقفه في شبابيك وفي بيبان وعلى السطوح وكله، ما عندكوش امكانيات عشان تردوا على اللي بيقدموا الفيديوهات دي؟ طبعا بنتعلم، لكن حقيقه امام هذه المعارك غير الاخلاقيه للاسف بتجف فينا جوان، يعني احنا لا نحسن هذه المعارك غير الاخلاقيه. انت بتعتبرها يعني طالما في دليل ادانه بتعتبره غير اخلاقي؟ انت اللي ما قدرتش تقدم دليل عكسي يا استاذ احمد. نعم، انت اللي ما قدرتش تقدم دليل عكسي على ما يقدم. احنا قدمنا وبالفعل تقدمنا، لكن احنا بنعلم ان احنا ليس لدينا يعني ما عندناش نفس المنابر اللي نقدر نوصل بيها ده ليل نهار. لكن اللي انا اقدر اقوله ان انا قدمت ده وقدمت لنقيب الصحفيين وقع غريبه حتى على المهنه تماما، ان احد الصحفيين يضرب برجله الناس وبعدين يرجع خطوات لورا عشان يلحق ياخد صوره رده الفعل فيبان المشهد ان انا اللي بعتدي، حقيقه يعني سلوك مشين ومهين. يعني هو ده المشهد بس، لكن المشهد اللي كانوا بيجروا بعصيان قد كده وبيضربوا الست بالقلم في الشارع يطوعها مترين، ده ما كانش مشهد مستفز وغير اخلاقي؟ بتقارنه بصحفي عمل برجله؟ انا مع حضرتك، وده بيذكرني لما الامريكان كانوا بيقتلوا 20,000 مسلم وبعدين يجيبوا صوره واحد افغاني يعني بيقوم بالرد على واحد امريكاني فيتم تصوير المشهد ويتعمل فيلم كامل. خليت المصريين قصاد بعض امريكاني وافغان؟ لا، ما انا بوريك، انا بس بوري حضرتك صناعه الميديا كيف يمكن ان تصل للجمهور ان يخلي في الاخر يتعاطف. الميديا جايبه مشاهد اهي من عندكم من قدام المقر، تدريبات رياضيه وناس بتهتف الله اكبر، دي رساله ردع، رساله تخويف، رساله ايه بالظبط؟ ايه اللي انا عايز اقوله؟ بص يا استاذ خيري، بص هقول لحضرتك حاجه. والله يعني سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، لكن هي القضيه احنا اصحاب رساله تهدئه، لا نسعى لاحد، لم نذهب الى مقر مثلا حزب الدستور ونرسم عليه عبارات مسيئه، لم نذهب الى التيار الشعبي ونضع السباب والشتائم، لم نضع على جدران بيوت الرموز يعني. فبالتالي احنا يعني امام مشهد حي مألوف تماما، واللي عايز يقراه بشكل عدل بيستطيع بعين الانصاف ان يقراه ان هؤلاء الناس دايما اللي بيعتدى عليهم وبيحاول جر الشكل معهم وبيحاول دائما دفعهم للاستفزاز، وليس الشديد بالسرعه وانا مع حضرتك، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والاخ الذي صفع هذه المره احنا ادنا هذه الواقعه، لان احنا قلنا حتى لو ثبتك بابوك وبامك، حتى لو قذفتك، حتى لو ضربتك، حتى لو هي اللي بدات بالالم، بس ما تمش تصوير ده في البدايه، والصفعه اللي انت رديت عليه برضه ده سقف اخلاقنا اعلى من كده، والتحديات اللي بنواجهها اعلى من كده بكتير، وتطلب مننا ضبط مزيد من النفس، وان شاء الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. استاذ احمد، سؤالي الاخير، الناس اللي النيابه طلبتهم في هذه القضيه، قضيه الاعتداء على السيده والساده الصحفيين، هل تم تسليمهم للنيابه ام لم يؤذن لهم حتى الان؟ والله احنا بس انا عايز الفت نظر حضرتك ان قضايا الضبط والاحضار في خناقه ما بين اثنين ده امر عجيب وغريب، لكن ده بيتم ليه اسلوب قانوني واجراء قانوني بيتوجه لمكانه، لكن اللي حصل ان سبع اماكن بيذكرنا بممارسات امن الدوله القديمه، سبع اماكن تم اقتحامها قرب الفجر،
من بيوت الإخوان المختلفة لنبحث عن واحد تشاجر مع واحد في الشارع. يعني لك أن تتخيل أن لم نجد هذه الهمة في البحث عن لصوص الوطن واللي نهبوه اللي اختلسوا أمواله أو اللي بيظهروا على الفضائيات وعليهم أحكام واجبة التنفيذ. يا سيدي ده احنا كده خلصنا على الداخلية، الناس كلها بتتهم الداخلية بأنها منحازة للإخوان، وأنت دلوقتي بتقول الداخلية بتعمل. لا أنا كلامي واضح، أنا بتكلم عن تصرفات قطاع معين تحرك بشكل مريب وتعدى على بيوت في أوقات حضرتك ترفضها، لأن حضرتك لا تحب أن ينالك قصد لا من بيتك ولا من بيت أي حد قريب ليك. كنت تقطع عليهم الطريق والنيابة طلباهم ابعتهم وقدم تجربة للناس كده وقال لهم الإخوان المسلمين لما حد يطلب منهم متهم بيبعتوه مباشرة للتحقيق. جميل، حضرتك قلت مربط الفرس لما يطلب. جميل، هو أمر ضبط وإحضار ده معناه إيه؟ جميل، أين هذا الأمر والضبط؟ في الإعلام ولا يصل لبيت المكان ومكان عمله؟ ما هو ده السؤال. ما هو أمر ضبط وإحضار يا أستاذ أحمد، وحضرتك اللي قلت راحوا 7 أماكن، يبقى طلب من المباحث إنها تجيبهم فراحوا بيتهم، فبيدوروا على البيوت اللي ممكن يكونوا مختبئين فيها، اختاروا بأن هم مطلوبين. أستاذ خيري، يعني ألا يتطلب يعني محاولة اقتحام 7 بيوت في توقيت واحد وما شاء الله باحتراف عالي جدا؟ ان حضرتك يعني انا ما اعرفش ايه الاقتحام بالظبط، ليس لدي هذه المعلومات ان في حد راح كسر بيوت ودخل بدون اذن نيابه. فاللي انا عاوز اقوله، لو هذا تم مع من مع اي حد في الدنيا مرفوض بدون اذن نيابه. يعني لو هذا تم مع حد يلقب تايتل ناشط او ثوري او يعني احد من يحصل على هذه الالقاب التي بتدعمه مواطن مصري. يا استاذ احمد، اي مواطن مصري، اي مواطن مصري اذا كان خارج اطار القانون فهو مرفوض. بس هو ده انا عشان كده بقول لحضرتك هذا الخطاب هو اللي احنا بنقوله، ان ما فيش حد فوق القانون، وبالتالي اي شيء اي حد يستدعى الى هذا الامر بوفق الاجراءات القانونيه السليمه بالطبع. لان انا عايز المشهد يكون صحي تماما، انا لا اريد اي لوثه اخلاقيه او لوثه قانونيه في المشهد، انا اريد ان الجميع قيمه الانضباط والعدل هي اللي تسود، صغير كبير وزير غفير ما فيش فرق عندي في هذا الامر، وهكون اول واحد داعم لهذه القضيه. بشكرك جدا استاذ احمد عارف المتحدث الاعلامي باسم جماعه الاخوان المسلمين. في النهايه في شباب واقفين، في ناس جاهزه بكره، وفي ناس